قدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود في وفاة نجله صاحب السمو الملكي الأمير منصور، سائلا جلالته المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن جميل الصبر وحسن العزاء. كما قدم جلالته تعازيه لأصحاب السمو الملكي الأمراء. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية النبيلة والصادقة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة.